أكثر من 60% من حي جوبر تحت سيطرة القوات السورية. فقد أعلن الجيش السوري سيطرته على منطقة المناشير في جوبر بريف العاصمة دمشق، وعثر على مواد سامة وعينات من المواد الكيميائية، إضافة إلى كميات من مادة الكلور ضمن عبوات بعضها أجنبي المصدر وأخرى سعودية الصنع. المعلومات الموجودة مثل ما مصورين عبارة عن مواد كلوية أثناء خلطها بالمواد الموجودة بالبيونات تطلع أبخرة قاتلة وسامة في المكان، وموجود بالعبوات اللي عم يستخدموها بأملاءها. بعد الاشتباكات الطاحنة التي دارت بين القوات السورية والجماعات المسلحة، سيطر الجيش السوري على منطقة المناشير والتي تعتبر من أخطر المناطق الاستراتيجية في جوبر، ليصبح بإمكان الجيش وفقا للمصادر العسكرية السيطرة على كامل هذه المنطقة. وفي الوقت الذي تقترب فيه معركة حمص من نهاية مراحلها الأخيرة بعد تضييق الخناق على المسلحين في حي الخالدية، عثرت القوات السورية على مشافي ميدانية وسماد لصناعة العبوات الناسفة ومنصات لإطلاق الصواريخ في القريتين بريف حمص. واستنادا لمعلومات أمنية دقيقة، استهدفت القوات السورية قافلة مكونة من شاحنتين مليئتين بالأسلحة المتوسطة والصواريخ الحرارية، إضافة إلى مدرعة BMB بالقرب من البحوث الزراعية على أطراف قرية منغ بريف حلب الشمالي. الصور الواردة من مدينة إدلب تظهر استهداف القوات السورية مقرات عسكرية تابعة للمسلحين في المزارع التي تشرف على طريق أريحة اللاذقية الدولي. مازن سلمو، العالم، دمشق.